يلا يلا يا أسود، بسرعة شوية. صديق الأسود على وشك الوصول، والريس عمليكو جاي بنفسه يشرف على الاحتفال. وانتوا عارفين قد ايه ان الريس عمليكو ما بيرحمش اي حد، ولو جه ولقي حاجة ناقصة انتوا اكيد عارفين ايه ممكن يحصل لنا. الحقوا الحقوا، ده باين له وصل. الريس عمليكو، افتح يا لولو. بتسقفوا على ايه؟ على خيبتكم. لغاية دلوقتي لسه ما خلصتوش؟ إيه، معلش معلش يا ريس عمليكو، احنا خلصنا كل حاجة بس فاضت بالونة واحدة، بالونة واحدة بس. اصلها هتتعلق في مكان صعب ومحتاجة خبرة كبيرة في عالم الديكورات. وهتلاقوا مين عنده خبرة أكتر مني؟ أنا الريس عمليقو في عالم البقرات. وقلتلكم قلتلكم قبل كده، أي حاجة صعبة مفيش غير عمليقو، عمليقو وبس هو اللي يقدر يعملها. مش كده ولا ايه يا لولو؟ تمام تمام يا اتشو. قلت لك كذا مره ما تعتص في وشي، بتوترني. ارفعني ارفعني عشان هضربك. ناولني ناولني العصاية علشان اضربك. اول واخر مره. بتضحكوا بتضحكوا على ايه؟ على خيبتكم. دي حركة حركة من حركات عماليقكم. ايه، انا هوريكم ازاي اعلق البالونة. هات البالونة يا لولو، ارفعني يا لولو. خد البالونة يا لولو، علقها يا لولو. تصفيق حاد. قلتلكم قلتلكم مفيش غير عماليقو، عماليقو وبس. عمليقو يعيش. كفاية كفاية، ملك الغابة زمانه على وصول. ملك الغابة. هايل هايل، جميل خالص، والبلالين دي فكرة حلوة خالص، لكن بوابة المملكة الشرقية محتاجة تتزود شوية زينة. حالا حالا يا مولاي، يلا يلا يا سود على البوابة الشرقية. صباح الخير يا بابا. اهلا ابني الحبيب شبل، ولي عهد المملكة. كويس انك صحيت بدري عشان تكون معايا في استقبال صديق مملكة الأسود. بابا، أنا دايماً أسمع عن صديق مملكة الأسود، ودايماً بشوف صورته اللي متعلقة في العرين جوه، بس عمري ما تخيلت إننا نعمل كل الاحتفال ده عشان استقبال شخص واحد بس. ده مش شخص عادي يا شبل، وإلا ما كناش علقنا صورته في العرين الملكي. عارف يا شبل، إحنا منتظرين وصول المملكة من 25 سنة عشان نكرمه
بالشكل اللي يليق بيه وبالعمل العظيم اللي قدمه لمملكتنا. يا بابا، منتظرين وصوله من 25 سنة. يا ترى ايه هي حكايته مع مملكتنا؟ انت دايما تقول عنه انه صديق المملكة، لكن ما حكتليش قبل كده حاجة عنه وعن العمل العظيم اللي قدمه لمملكة الأسود. انا هحكي لك الحكاية يا شبل عشان تعرف قيمة الشخص ده عند المملكة. من 25 سنة كنت زيك كده، لسه شبل صغير، وكنت برضو ولي عهد المملكة. وفي اليوم ده لقيت المملكة كلها مضطربة، ووالدي سبع السباع ملك الغابة الآن، وجيش المملكة كله في حالة استعداد، ووالدي سبع السباع بنفسه بيشرف عليهم. يا هراس، يلا بسرعة جهزوا المتاريس، انصبوا صورة العظم العظيم المدبب حوالين المملكة والقصر، يلا بسرعة. بابا بابا، هو في ايه النهاردة في مملكة الأسود؟ حراس وأسوار وراية التحذير مرفوعة، وإيه حكاية الاجتماع الطارئ لمجلس الأسود الأعلى؟ تعال يا شبلي يا ابني، انت ولي عهد المملكة ولازم تعرف كل حاجة. أعرف؟ أعرف ايه يا بابا؟ ان احنا الأسود اللي مش بتخاف من اي حاجة، اللي الغابة كلها بتترعب من زيرنا. أصبحت غابتنا مهددة بالحرب، وأنا سبع السباع وإنت ولي عهد المملكة ناويين يقتلونا. بابا أنا خايف، أنا خايف خالص. مولاي سبع السباع، أعضاء مجلس الأسود الأعلى وصلوا يا مولاي. يدخلوا بسرعة. شب، تعال علشان تفهم ايه اللي بيحصل، احضر الاجتماع معانا. اسود غابة اسكندرية بمصر العظيم، ده الاجتماع التالت لينا بعد الخبر المشؤوم اللي سمعناه بخصوص اعدائنا اللي ناويين يحاربونا. احنا بنحب غابتنا ووطننا اللي سلمهولنا اجدادنا، لكن اعدائنا عاوزين يطردونا من وطننا ويقتلوني أنا بصفتي ملك الغابة. مولاي، احنا مستعدين ندافع عن غابتنا ونموت من أجل وطننا. لازم نحارب بخطة قوية، لأن عدونا شرس، شرس جدا، مع جيش قوي جدا جدا. فعلا عدو مملكتنا الأمير غضنفر والأميرة ليسا شرسين جدا. هم وضعوا خطة علشان يستولوا على مملكتنا، وجهزوا جيش كامل هيجي من غابات الأردن لغاية مصر عندينا، وهدفهم غابتنا في اسكندرية. لازم قبل ما نطلع للحرب نفهم كويس عدونا، وقبل ما نتحرك لازم نعرف ايه أخبار جيوش أعدائنا. علشان كده كل طيور المملكة هناك في غابات الأردن علشان نعرف تجهيزاتهم وتحركاتهم، ومعاهم كتكت أمهر طيور المملكة علشان يجيب لنا الأخبار أول بأول، وزن قائد الطيور الملكية متابع هنا على جهاز الاستقبال وصول أي إشارة لينا من كتكت. مولاي، إشارة جاية من كتكت يا مولاي. بسرعة يا زنة، افتحي شاشة جهاز الاستقبال. من زنة إلى كتكت، من زنة إلى كتكت، هل تسمعني؟ حول. من كتكت إلى زنة، من كتكت إلى زنة، أسمعك بوضوح، حول. إيه آخر الأخبار عن تحركات جيوش الأعداء في صحراء الأردن؟ إحنا نشرنا أعداد كبيرة من الطيور فوق كل صحراء الأردن لجمع كل الأخبار الممكنة حول الأعداء وتحركاتهم، وعرفنا ان الامير غضنفر والاميره ليسا بداوا يتحركوا في مقدمه جيش كبير ومعاهم اسلحه مدمره، وكل هدفهم انهم يحرقوا الغابه بتاعتنا ويقتلوا الملك وابنه وياخدونا عبيد عندهم. ايه، جيش كبير ومعاهم اسلحه مدمره هيحرقوا الغابه وياخدونا عبيد ويقتلوني انا وانت يا بابا؟ مش عايز صوت، اسكتوا. كت كت، خد مجموعه من الطيور
وخليك متابع تحركاتهم أول بأول، ما يغبوش لحظة عنك، وتبلغني بأي تطورات فورا. أمر مولاي الملك. ودلوقتي كلكم لازم تبصوا معايا على الخريطة بتاعت الحرب، علشان كل واحد فيكم يعرف دوره كويس. يلا يلا يا اسود، البسوا لبس الحرب. بابا انتوا خلاص خلاص هتخرجوا تحاربوا؟ شبلي يا ابني اوعى تبكي، انا خارج علشان انتصر واهزم الاعداء الاشرار. هرجع لك يا ابني وانا منتصر. انا خايف عليك يا بابا، ما تروحش معاهم يا بابا ارجوك. شبلي يا ابني، انا لو ما خرجتش للحرب جيشنا هيبقى ضعيف والغابة هتبقى في خطر. شبل لازم اخرج للحرب علشان انت وكل الغابة تبقوا في امان. بس الحرب خطيرة يا بابا، وممكن تحصل لك حاجة. علشان كده مش عايزك تبكي، ولو حصلت لي اي حاجة في الحرب انت هتبقى ملك الغابة، مفيش ملك بيعيط. بابا خليك معايا، ما تسيبنيش بابا. شبل خلاص امسح دموعك بقى، انت الملك، انا هخرج للحرب وعايز اطمن ان ورايا ملك شجاع يقدر انه يهتم بكل امور الغابة لغاية لما ارجع. شبل اوعى تنسى انت الملك لغاية لما ارجع. سلام يا ابني، سلام يا شبل. سلام يا بابا، سلام. وصوت غابة اسكندرية العظيمة. احنا خارجين للحرب وشايلين على اكتافنا اعظم مسؤولية. حرية ارضنا. حرية وطننا. حرية اولادنا. ارضنا. وطننا. مولاي سبع السباع. في ايه يا زنة؟ اشارة من كتكت يا مولاي. افتح جهاز الاستقبال نشوف الاشارة دي بتقول ايه. مولاي سبع السباع، خبر عظيم، الامير غضنفر والاميرة ليسا ماتوا يا مولاي. استنوا كتكت، ماتوا ازاي؟ انا عايز اعرف كل التفاصيل. وهم ماشيين للهجوم علينا جاعوا وحاولوا الهجوم على شاب صغير وكان معاه والده وكانوا هيفترسوهم، والاب قال لابنه اهرب يا ابني، لكن الشاب ده وقف وبكل شجاعة وبعدين رفع ايده اليمين وقال كلام مش مفهوم، وفجأة لقينا الامير غضنفر والاميرة ليسا على الارض ميتين. ده شاب شجاع قوي يا بابا. اسمع يا كاتب، انا عاوز تفاصيل كاملة عن الشاب ده، وعايز رسام المملكة اللي عنديكم يرسم لي صورة ليه من التفاصيل اللي انتوا هتدوها له علشان اعرف الشاب ده شكله ايه. الشاب ده انقذ مملكتنا كلها من الخراب. يا مولاي احنا عملنا كده فعلا، وصورة الشاب البطل اللي رسمها رسام المملكة اللي معانا هنا حالا هتوصل على جهاز الاستقبال. هو ده البطل؟ وصوت غابتنا تحية للبطل. الله، ده شكله جميل وملامحه ملامح فيها شجاعة. فعلا ملامحه ملامح ملوك. في مهمتين يا أدرقهم بيها يا مولاي.
لا يا كتكت، ارجع للمملكة. تمام يا مولاي. وانت يا زنة، عاوزك تعلقي الصورة دي في القصر وتكتبي تحتها هذا هو صديق الأسود، علشان صورته تبقى معروفة لكل الأسود، ولو ظهر في أي لحظة نقدر نردله الجميل بتاعه ونكرمه بالشكل اللي يليق بيه. أمر مولاي الملك. وانت يا شبلي يا ابني، انت ولي عهد المملكة وهتبقى الملك في يوم من الأيام وتقعد على عرش الغابة. اوعى تنسى الشاب ده وانه انقذ مملكتك، مين عارف يمكن يجي يوم وتقابله وتقدر تردله جزء من الجميل ده. حاضر يا بابا. هي دي حكاية صديق الأسود اللي احنا منتظرينه بقالنا 25 سنة، والنهاردة هنقابله ونشكره على إنقاذه مملكتنا، ودي طبعا وصية والدي سبع السباع. وعلى فكرة احنا حتى ما نعرفش اسمه. معاك حق يا بابا، دي حكاية غريبة جدا، وأخيرا عرفت حكاية صديقه الأسود اللي صورته متعلقة في العرين، وهو فعلا يستحق مننا التكريم والشكر. ولكن انتوا عرفتوا منين ان صديقه الأسود جاي دلوقتي؟ احنا نشرنا طيورنا الملكية حوالين الغابة، جابولنا الخبر ان صديق الأسود في اول الغابة دلوقتي. يلا يلا بينا نستخبى ونظهر بالراحة شوية شوية عشان صديق الأسود ما يخافش مننا. أشكرك يا رب، بعد الرحلة الطويلة دي أخيرا وصلت اسكندرية عشان أبشر أهل مصر بالمسيحية وأعرفهم اسمك. يا رب يا رب، أنت عارف أن عبادة الأوثان منتشرة في مصر، فساعدني يا رب عشان مصر كلها تعرف اسمك. ياه دي غابة. يا رب أنت اديتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، وزي ما خلصتني من الأسدين من 25 سنة انقذني من أي خطر جوه الغابة. لكن إيه الزينة دي؟ وإيه ده؟ دي صورتي وأنا لسه شاب. مين رسمها؟ ومين علقها هنا؟ وإيه اللي مكتوب تحتها ده؟ هذا هو صديق الأسود. أنا مش فاهم حاجة. أنا أفهمك يا صديق المملكة، الزينة دي عشان نحتفل بيك انت صديق الأسود. استنوا بس شوية، ممكن اعرف انتم مين وايه حكاية الحفلة دي بالظبط، وكمان ايه موضوع الصورة، وايه حكاية صديق الأسود دي؟ انا بقى هعرفك بنفسي، انا ملك الغابة والحفلة دي علشانك انت، لأنك من 25 سنة أنقذت مملكتنا من الأسود الأشرار اللي هم غضنفر وليثة في صحراء الأردن. أما الصورة دي بقى رسمها رسام المملكة اللي كان هناك في الأردن. وأنا بقى اسمي شبل، ولي عهد المملكة. وحضرتك بقى اسمك إيه؟ أنا اسمي يوحنا ولقبي مرقص، وعايش في بلد اسمها القيروان، وعشت في فلسطين. شجاع زيك يا عم مرقص وانقذ المملكة من اي خطر. انت فعلا شجاع يا شبل، وعلى فكرة ربنا هو اللي انقذ مملكتكم مش انا، لان هو اللي خلصني من الاسدين لما هجموا عليا انا ووالدي. انا هحكي لكم ايه اللي حصل بالظبط من 25 سنة. يلا قدامنا صيد سمين، انا هاكل الرجل العجوز ده. وانا هاكل الشاب الصغير ده،
انا جعان اوي. اهرب اهرب يا مروه، سيبني وسيبهم ياكلوني. انا انت مستني ايه؟ يلا اهرب بسرعه. لا ما تخافش ما تخافش يا والدي، يا رب يسوع المسيح انقذنا من الوحوش دي، يا رب يسوع المسيح انقذنا من الوحوش دي، يا رب يسوع المسيح انقذنا من الوحوش دي. دلوقتي بس انا عرفت ان ربنا بتاعك هو سر شجاعتك. ليه يا ملك بتقول ربنا بتاعك؟ ربنا ده مش بتاعي انا بس، ده هو اللي عمل السماء والارض، الطيور والنباتات والحيوانات، وطبعا الاسود، وهو اللي خلقكم اقوى الحيوانات. يعني ربنا هو اللي ادانا القوة؟ هو بيحبنا يا عم مرقص؟ طبعا بيحبكم يا شبل. تعرفوا ان في ملاك في السماء بيخدم ربنا قدام عرشه شبه اسد؟ ياه، ملاك شبه اسد؟ ويا ترى انت شفت الملاك ده؟ الملاك ده واحد من اربع ملايكة، اسمهم الاربع مخلوقات غير متجسدين. واحد منهم شبه انسان، والتاني شبه طور، والتالت شبه نسر، اما الاخير فشبه اسد. وده بيأكد ان ربنا بيهتم بكل المخلوقات. وفي نبي في العهد القديم اسمه حزقيال شافهم في رؤية. يعني في ملاك شبهنا قدام ربنا؟ انا فرحان قوي. مش بس كده، ده كمان الاسد رمز لربنا. معقول احنا رمز لربنا؟ طب ازاي؟ ربنا كان عايز ينقذ الانسان من العدو الحقيقي اللي هو ابليس او الشيطان، فنزل من السماء للارض واخد صورة انسان وعاش بينا وفدانا بموته على الصليب، وبعد 3 ايام قام من الموت منتصر زي الاسد. عشان كده بيسموه الاسد الخارج من سبط يهوذا، والسبط يعني العيلة اللي ربنا اتولد فيها. انت باين عليك بتحب ربنا قوي، يا ترى عشان كده هو انقذك من الاسود؟ احنا قلنا يا شبل ربنا بيحب كل المخلوقات، وعلى فكرة انا مش اول واحد ربنا ينقذه من الاسود. اقعدوا انا هحكي لكم حكاية جميلة. زمان في العهد القديم كان في نبي عظيم بيحب ربنا جدا، اسمه دانيال. دانيال؟ ايوه دانيال. وده اللي زي الاسد غضنفر حقدوا على دانيال، وراحوا للملك وقالوا له دانيال مش بيسمع كلامك وبيصلي لاله تاني. وقالوا للملك انه لازم يصدر امر ويرمي دانيال في جب مليان
فعلا نفذوا الأمر ورموا دانيال في جب الأسود، لكن لما عرف قوة إله دانيال طلعه من الجب ورمى الناس الأشرار اللي أول ما وصلوا الجب أكلتهم الأسود على طول. عرفتوا بقى إن مفيش خوف أبدا طالما ربنا معانا، عشان كده هو اللي قال لا تخف لأني معك. فعلا دي حكاية جميلة جدا جدا، ومعاك حق في كل اللي قلته، إحنا لازم ما نخافش طالما ان ربنا موجود معانا. لكن معلش يا صديق الاسود، احنا وسط فرحتنا بيك نسينا نسألك عن سر زيارتك لينا هنا في الاسكندرية. ربنا ارسلني انا وباقي الرسل والتلاميذ، وعددنا 12 تلميذ و70 رسول، نبشر في كل العالم ونعرف الناس محبة ربنا ليهم. علشان كده انا هنا في اسكندرية على حدود مصر، عشان أبشر مصر كلها وعرفهم باسم ربنا يسوع. مصر دي هتبقى شعب ربنا، وأنا حاسس إن كل بيت في مصر هيبقى فيه اسم ربنا يسوع المسيح، لأن في نبي في العهد القديم اسمه أشعياء قال مبارك شعبي مصر. ونفسي كل بيت في مصر يقول مع يسوع أما أنا وبيتي فنعبد الرب. المملكة كلها فرحان النهاردة لأننا عرفنا معلومة جميلة جدا، وفرحانين قوي بدخولك مملكتنا، وكمان إحنا فخورين إننا معشر الأسود الرمز لربنا خالق الكون كله، مش كده يا أسود؟ شكرا شكرا يا ملك. عارف صوت الزئير ده خلاني افكر في حاجة مهمة خالص. انا ناوي بعد ما ربنا يساعدني وانشر المسيحية في الاسكندرية وفي كل مصر اني اكتب انجيل، وانجيل يعني بشارة مفرحة. هكتب فيها حكاية ربنا على الارض وكلامه ومعجزاته، وعشان انا هكتبه للرومان، ودول ناس بيحبوا القوة، مفيش عندنا أقوى من الأسود كرمز للقوة. وأنا هبدأ إنجيلي بآية بتقول صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. ياه، يعني صوت الأسود هيبقى أول آية في إنجيلك؟ ايوه بالظبط كده. انا بشكركم خالص على استقبالكم الجميل ده، وعلى اللقب الجميل اللي سميتوني بيه اللي هو صديق الاسود. ياه، الصندل بتاعي اتقطع قبل ما ابدا البشاره حتى، اما اروح ادور على اسكاف يصلحه. ايه رايك يا صديق الاسود قبل ما تمشي نرسم صوره حلوه ترمز لانجيلك؟ يا رسام المملكه، انت يا رسام المملكة، ارسم صورة جديدة ليا انا والرسول العظيم ماري مرقص مبشر ارض مصر. ايه رأيك يا صديق الاسود، امسك الورقة دي في ايدك وكمان الريشة في الايد التانية، وانا هبقى جنبك عشان كل واحد يشوف الصورة دي
يفتكر أول آية في إنجيلك، الآية اللي بتقول صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. على اسم الرب القدوس نرمي رؤوس ترسل وشهيد.